يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم البسملة في سورة التوبة، في أول سورة التوبة؟ لا يجوز، لا تجوز البسملة في أول سورة التوبة لأنها لم تنزل قبلها، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة. نعم، لأنها لم تكتب في المصحف ولم تنزل قبلها كسائر السور، فيكون زاد في سورة التوبة، إذا أتى بها قبل سورة التوبة فقد زاد. نعم.